ذلك عالي الهمة أمر عظيم وشأن كبير، وكل الأمثلة في علو الهمة هي في سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وفي صحابته، هذا قمة في علو الهمة. ونحن الآن ينبغي لنا أن تعلو هممنا بأننا نكون قدوة في الخير. إذا أردنا أن تعلو هممنا نكون قدوة في الخير. كيف تكون قدوة في الخير؟ تلبس لبسة المسلم، وتمشي مشية المسلم، وتنظر نظرة المسلم، وتبيع بيع المسلم، وتعامل أولادك معاملة المسلم، وتعامل جيرانك، وتعامل أهل السوق. نحن في حاجة إلى القدوة الحسنة هي علو الهمة الآن. والعالم يعيش فقرا في القدوة ويعيش جوعا فيها، فينبغي لنا أن تعلو هممنا لنمتثل ديننا ونعمل به فتصلح لنا دنيانا وأخرانا. ومن علو الهمة ما حصل للحسن بن علي رضي الله عنه لما جاءته الخلافة، وكان معاوية يقول إنه يريد دم عثمان، ووقعت الفتنة ووقع ما وقع، قال له الحسن: أتتعهد لي أنك تعدل بين الناس ولا تظلم ولا تفعل حراما؟ قال له: نعم. قال له: خذها. قال: خذها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن ابني هذا سيد. علو الهمة هو الذي يأتي بالسيادة، علو الهمة هو الذي يأتي بالتنازل. أنت وأخوك بينكم ميران، إذا لم يكن واحد عنده همة عالية تتضاربان وتتقاتلان، ترك ميراث وترك عمارة وأراضي ودكاكين، كل واحد من الورثة يقول: أنا أريد العمارة لأنها أمورها أسهل ونفعها أكثر، الثاني يقول: العمارة هي عمارة واحدة. إذا الذي عنده همة عالية يقول: أنا أتنازل.